وضع أصبح دقيقا ويتطلب حرصا صحيحا ودقيقا على المصلحة العامة، وابتعادا عن المنازعات وأيضا الخلافات التي تؤدي إلى تضييع الجهود، وبالتالي حرص الانتباه عما يجب عمله. صار هناك الهم كيفية اقتسام المغانم وليس تكبير المنافع للمواطنين. دولة الرئيس حاجة بتحذر النهاردة وبتحذروا النهاردة من انهيار سياسي للبنان إذا لم يتم بسرعة اتخاذ إجراءات أو مواجهة ما يجري على الأرض. نعم. هل حضرتك هذا الأمر طبيعي؟ آه. هذا الأمر إحنا ذكرنا أنه حانت اللحظة لكي يتحمل الكل مسؤولياتهم باتجاه حركة إنقاذية وطنية تتجاوب مع مطالب الناس وتحافظ على السلم الأهلي وتحافظ أيضا على الحريات العامة، وتقي لبنان من الانهيارات السياسية والاقتصادية والوطنية. هذا الأمر يتطلب سرعة في التأليف وبوجوه تستطيع أن تضع لبنان على المتر الأول من استعادة الثقة. هذا هو الذي ذكرناه، استعادة الثقة. والنهاردة حصل اعتداءات على المتظاهرين وحرق الخيام وفي قلب بيروت. نعم. من حركة أمل وحزب. نعم. الله، ماذا يريد حزب الله من لبنان؟ هذا التصرف أعتقد أنه تصرف يعني يعبر على أن هناك من لم يدرك ولم يلتقط الرسائل. هناك رسائل أرسلها اللبنانيون عبر هذه الانتفاضة، وهناك واجب على الأحزاب السياسية أن تلتقط هذا. حزب الله ربما لم يلتقط، مثلما أن أيضا الأحزاب الشقيقة لحزب الله في العراق لم تلتقط هذه الرسائل التي أرسلها العراقيون، بأنهم يريدون أيضا حكما نظيفا محوكما، وبالتالي حرصا على مصلحة العراقيين ومصلحة العراق. هنا في لبنان هذا الأمر، هذه الرسائل التي أرسلها، من لم يلتقط يقع في الخطأ. والذي وقع الخطأ فيها اليوم حزب الله وحركة أمل بأنهم نزلوا وبالتالي حاولوا أن يقوموا مقام الدولة اللبنانية والجيش والقوى الأمنية، بأنهم قاموا بتخريب طبعا هذا الأمر انعكس اشمئزازا وعدم رضا من قبل المواطنين اللبنانيين